مساء الخير لك أستاذة الفاضلة ولجمهور قناة البراء وللفريق الفني المصاحب لك. أهلا بك. طبعا هناك تباين كبير ما بين الآراء التي تميل في جلها إلى أن تكون يا إما متشائمة بدرجة كبيرة أو متفائلة بدرجة كبيرة جدا. طبعا ما حدث اليوم يعد اختراق في مسار الأزمة السياسية الليبية، حيث استطاعت بعثة الأمم المتحدة أن تحول نفسها من مجرد بعثة استشارية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين إلى جهة يمكنها اختيار 75 شخصية وتحويلهم إلى شخصيات قادرة على اختيار سلطة تنفيذية تتحكم في مصير الشعب الليبي فترة انتقالية قد تطول أو تقصر، يعلم الله وحده ذلك. فنحن على طول المدة الماضية انصدمنا بعديد السلطات التي تعهدت أمام الجميع بأنها لن تتجاوز المدة المحددة لها، فإذا بها بقت ما يزيد عن 10 سنوات اكتوى فيها المواطن الليبي بشتى أنواع الأزمات. نعم أستاذ. إذا بالتالي مع هذا الاختراق الذي حدث كما تفضلتم دكتور باهر، كان هناك شخصيات يعني كان يعني صراحة يقول المتابعون الليبيون بأنهم لا يجب أن يكونوا في هذه أو أن يكونوا أعضاء في السلطة حتى ويكونوا متواجدين في هذا الموضوع، وأيضا أن هناك إشكاليات عليهم وهناك يعني الكثير والكثير تم الحديث في هذا السياق. بالتالي الآن هؤلاء الشخصيات ما موقعهم من ما يتم الآن؟ كيف سيتم التعامل معهم بعد ما تم الآن أو اليوم من هذا الإعلان عن اختيار الحكومة الليبية؟ كلامك صحيح بالفعل، فهناك شخصيات لديها قضايا فساد منشورة أمام القضاء الليبي، وبعض الشخصيات تقود ميليشيات وشخصيات أخرى عليها علامات استفهام حتى من جهات دولية. الحالة الليبية أستاذة دعينا نقول غير مسبوقة في الفكر السياسي العالمي، على اعتبار أن ما يحدث في ليبيا هو معضلة سياسية لم يشهد لها التاريخ السياسي مثيلا من قبل، فهي ليست كالأزمة الفلسطينية ولا كالأزمة الكردية ولا كأي أزمة في العالم. فما يحدث في ليبيا هو اقتتال داخلي بمعاونة أطراف خارجية نتيجة تحول البعض إلى أيديولوجيات متطرفة ساهمت في توصيل البلاد إلى ما هي عليه الآن. نحن هنا نطرح هذا السؤال بقوة أمام الجهات الدولية الراعية لمثل هذه الاتفاقيات والتي سمحت بتواجد شخصيات عليها أثقال قضائية والميليشياوية وأفكار تطرفية مدانة من قبل عديد الدول في المنطقة. فنحن نعي جيدا مثلا أن حركة الإخوان المسلمين المدعومة تركيا هي حركة إرهابية مجرمة قانونا في عديد الدول العربية والأوروبية، فكيف يسمح لأعضاء هذه الحركة المعروفون بانتمائهم المتطرف لجناح الصقور في حركة الإخوان المسلمين أن يتحولوا إلى حمائم ومشاركين في عملية سياسية أقل ما يقال عنها أنها تم انتهاك فيها سيادة الليبيين وإلغاء المجالس المنتخبة من قبلهم وتحويلها إلى مجرد 75 شخصية اخترتهم الأمم المتحدة مع احترامنا لشخوصهم، ولكن إلى الآن يظل اختيار هذا المجلس وهذه الشخصيات غامضة ولا يوجد مصدر حقيقية تم على أساسها هذا في سياق هذه المرحلة التي نحن الآن بها وفي بدايتها. دكتور باهر، يعني ما هي توقعاتكم من هذه الحكومة التي تم اختيارها؟ هل ستكون يعني مرحلة جديدة بالفعل للبلاد قد تكون أفضل من سابقاتها أم ماذا؟ طبعا الطريق طويل، ليس بالفور ستستلم هذه الحكومة ولا المجلس الرئاسي، فالإجراءات كما تعلمين ويعلم المشاهد الكريم تمر مبدئيا ب 21 يوما ينبغي على رئيس الحكومة أن يختار حكومة وأن تحظى بالثقة في البرلمان. فنحن نؤكد أن ربما يكون لأعضاء البرلمان رأي آخر فيما يتعلق بالشخصية التي تم اختيارها لرئاسة الوزراء من جهة ولشخصيات المجلس الرئاسي من جهة أخرى، هذا من جانب. الجانب الآخر الدول الإقليمية والتي لها تدخلات كبيرة في المشهد الليبي
سواء الدول المجاورة أو القوى العظمى في المنطقة، بالتأكيد لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الخيار الذي خالف كل التوقعات وجميع ما تم الإعداد له سابقا باختيار السيد عقيلة صالح كرمانة ميزان أو كضامن لوجود القوات المسلحة والاستمرارية دورها. فبعد نصف هذا المخطط وهذا السيناريو الذي كان متفقا عليه بصراحة خدعة ذكية جدا من حركة الإخوان المسلمين والداعمين لهم في لجنة 75، بالتأكيد ربما سيكون لهذه الدول ولهذه القوى رأي آخر. وإن كنا نتطلع لأي دور يغير من واقع المواطن الليبي الذي للأسف يعيش طيلة 10 سنوات في أزمات كؤودة ضيق عليه سبل العيش. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به، ضيفي من الأبرق الدكتور باهل العوقلي أكاديمي وباحث سياسي.